في محاولة لقراءة ما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد فايز فرحات، وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية المصرية. دكتور فرحات، ما هو المنتظر في تقييمك كباحث وكمتابع، وما هو المنتظر داخل الشارع العربي من هذه القمة التي التأمت في ظروفها العادية تحت هذه الظروف في قطاع غزة ابتداء، وهذا الوضع الإقليمي الضاغط والأفق العالمي المتأزم في الأساس؟ مساء الخير أستاذ تامر. في الحقيقة طبعا القمة الحالية هي قمة عادية، لكن هي تعقد في ظروف غير عادية. ظروف غير عادية لأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى مفترق طرق، يعني شهور عدة من القتل والتدمير الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة. حدث تحول في الموقف الدولي، لكنه تحول يعني لا يرقى إلى مستوى الموقف المطلوب دوليا للتعامل مع هذا العدوان. هذا العدوان لم يعد يقتصر في تداعياته فقط على قطاع غزة وعلى الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع بما يعني حدث من تدمير ضخم، لكن أصبح يتعلق بالوضع في الإقليم الشرق الأوسط بشكل عام. هذا العدوان يعني يمكن أن يكون له تداعيات استراتيجية خطيرة على منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأمن الإقليمي، فبالتالي كل هذا بالتأكيد سينعكس على القمة العربية. وكما نعلم القمة السابقة التي عقدت بشكل غير دوري وكانت قمة عربية إسلامية اتخذت قرارات شديدة الأهمية للتعامل مع العدوان، اتخذت أيضا قرارات مهمة فيما يتعلق بالحراك الدولي أو محاولة تغيير المواقف الدولية. وحدث بالفعل يعني عقب القمة السابقة كان هناك تحركا عربيا مهما داخل الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن وداخل وعلى المستوى الدولي، ساهم في تحريك أو تغيير الموقف الدولي حتى وإن كان بشكل يعني غير كامل. لكن الآن أعتقد القمة العربية في يعني موقف أكثر أهمية مما كان عليه الوضع، وهذا يعني أن هناك توقعات كبيرة فيما يتعلق بهذه القرارات وفيما يتعلق بإعلان موقف عربي شديد الوضوح ورسائل موجهة ليس فقط إلى الجانب الإسرائيلي لكن إلى كل القوى الدولية المعنية بأمن واستقرار العالمي والمعنية بأمن واستقرار إقليم الشرق الأوسط، لأن هذه القوى لها مصالح مهمة في الشرق الأوسط تفوق مصالحها مع الجانب الإسرائيلي. أعتقد القمة يعني سيصدر عنها رسائل شديدة الأهمية والوضوح فيما يتعلق بهذه المسألة. لكن الملف الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة ليس هو الملف الوحيد، هناك حزمة أخرى من الملفات تتعلق بعضها بالشرق الأوسط وتتعلق بعضها أيضا بعلاقات القوى العربية مع النظام العالمي. دكتور محمد، ما هي أهمية مؤسسة القمم العربية؟ دعنا نكون واقعيين، لن تتخذ قرارات تحسم أي ملفات، بل هي رسائل كما تفضلت أنت وبحسب تعبيرك. ما هي أهمية القمم إذن؟ أستاذ محمد، طبعا هذا سؤال مهم وربما يعني يطرحه الكثيرون يعني بالنظر إلى يعني محدودية التغيير الذي ينشأ عن ما يخرج عن قمم جماعية أو قمم إقليمية. في الواقع هذا لا يتعلق فقط بجامعة الدول العربية لكن حتى يتعلق بالأمم المتحدة وهي التنظيم الأممي الأهم يعني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. الأمم المتحدة ومجلس الأمن المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، يعني هذه المنظومة الأممية بشكل عام لم تعد هي الفاعل الرئيسي في إدارة الأزمات الدولية، لم تعد هي الساحة الأساسية لإدارة الأزمات الدولية والإقليمية، بل تحولت إلى ساحة للصراع وانعكس الصراع العالمي والاستقطاب الدولي على عمل هذه المنظومة الأممية المهمة. نفس الأمر ينسحب على يعني المنظمات الإقليمية، لكن في رأيي أنه الأمر يختلف فيما يتعلق بجامعة الدول العربية. جامعة الدول
العربية أولا حافظت على بقائها منذ التأسيس وحتى الآن، وهذا مؤشر مهم بالنظر إلى طبيعة التعقيدات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس كل التفاعلات والصراعات الدولية على المنطقة العربية وعلى منطقة الشرق الأوسط. لكن نجاح جامعة الدول العربية في الحفاظ على بقائها طوال هذه العقود هذا مؤشر مهم يعكس أن هناك إرادة عربية للحفاظ على هذه المنظمة المهمة. بالإضافة إلى ذلك يعني جامعة الدول العربية تقوم بأدوار أخرى تتعلق بتحديات عدة، التحديات التي تواجه المنطقة العربية لا تتعلق فقط بهذا النوع من الصراعات الموجود في المنطقة والذي يؤثر على مصالح عربية وعلى الأمن القومي العربي، لكن هناك حزمة أخرى من التحديات والذي يعود إلى يعني القرارات أو أجندة القمة العربية في أو القمم الأخيرة. سيلاحظ أن هناك اتجاه داخل جامعة الدول العربية لتأقلم الجامعة مع التحديات الجديدة. هنا أصبح هناك تعامل مختلف مع مفهوم الأمن القومي العربي، مفهوم الأمن المائي العربي، تغير المناخ، العلاقة مع دول الجوار، ما يحدث داخل عدد من الدول العربية، الأزمة داخل سوريا، الأزمة داخل اليمن، داخل السودان، في ليبيا. يعني بعض المنظمات الدولية أخذت قرارا بعدم تناول القضايا الداخلية لحساسية هذه القضايا أو لوجود إرادة بعدم تدخل المنظمات الدولية في الشؤون الداخلية. لكن في الحقيقة التجربة العربية يعني أثبتت أن هناك اتجاها عربيا لإصلاح هذه الملفات الداخلية أو التعامل مع الملفات الداخلية، لأنها لم تعد داخلية بشكل كامل وأصبحت شأنا عربيا وله علاقة قوية بالأمن القومي العربي. ففي تقديري أنه رغم أنه يعني هناك اتجاه يرى بأن المنظومة الدولية أو الأممية تواجه تحديات، هذا حقيقي، لكن في حالة جامعة الدول العربية أصبح في رأيي أن هناك إرادة لتطوير جامعة الدول العربية حتى وإن كان بشكل متدرج، حتى وإن كان بشكل التطوير. دكتور فايز، التطوير إلى أي مدى؟ وهل هل جامعة الدول العربية تمتلك آلية المواجهة؟ الشارع العربي ينتظر منها أن تخرج بما يلبي الألم الذي أصابه جراء ما يدور في غزة. ما هي الآلية التي تمتلكها جامعة الدول العربية حتى تلبي ابتداء هذا الطموح إن وضعناه في سياق أو في مسار التطور الذي تفضلت بالإشارة إليه؟ يعني أنا أتفق مع حضرتك طبعا أن هناك فجوة أو ما زال هناك فجوة بين طموحات الشارع العربي وبين ما يخرج أو دور جامعة الدول العربية. طموحات الشارع العربي يعني أكبر بكثير يعني مما هو يتعلق بمنظومة العمل العربي المشترك. لكن في رأيي أنه يعني يجب أن نقيم أداء جامعة الدول العربية في إطار المنظومة العربية بشكل عام، بمعنى أننا يجب أن يعني نأخذ فيها الاعتبار أنه الأداء العربي أو التحركات العربية بشكل عام في التعامل مع التحديات، سواء كان هذه التحديات داخلية أو تحديات إقليمية أو تحديات تتعلق بالعلاقة مع النظام العالمي، هناك في هذا الإطار هناك أدوات عدة يمكن وضعها في إطار المنظومة العربية أو منظومة العمل العربي. يعني عندما أولا الدور المصري في التعامل مع كل قضايا الإقليم بما فيها الأزمة الحالية والقضية الفلسطينية بشكل عام هو جزء من الحراك العربي، هو جزء من الدور أو التعامل العربي مع هذه التحديات. أيضا ما قامت به القمة العربية الأخيرة التي عقدت في نوفمبر الماضي خرج عنها قرارات مهمة، خرج كان هناك اتفاق أيضا على آلية عربية إسلامية لتغيير المواقف الدولية، وهذا حدث بالفعل وكان هناك دور كبير لهذه اللجنة ومصر كانت عضو في هذه اللجنة ونجحت بالفعل في بناء موقف دولي أو تغيير المواقف الدولية لمصلحة القضية الفلسطينية. فبالتالي عندما نقيم في رأيي أداء جامعة الدول العربية فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن القمة العربية وجامعة الدول العربية هي إطار للعمل العربي المشترك الداخلي، لكن عندما نقيم الأداء العربي في التعامل مع التحديات التي تتعامل معها أيضا جامعة الدول العربية ففي رأيي يجب أن نأخذ في الاعتبار مفهوما أوسع لتعامل العالم العربي مع التحديات. كما أشرت الدور المصري
هو دور شديد الأهمية في هذا الإطار، ويتعامل مع كل التحديات سواء كانت تحديات أمنية أو اقتصادية أو التحديات التي تنشأ حتى داخل بعض الدول العربية. عفوا دكتور محمد، الآن نبث على الهواء صورا حية لوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى المنامة، وهو وصول لافت للانتباه. أنت تعرف ومشاهدون الكرام يعرفون جيدا أن سوريا ظلت عضويتها معلقة في جامعة الدول العربية لمدة 12 سنة، لكن مؤخرا فقط عادت سوريا لتشغل مقعدها في الجامعة، وها هو الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل في المنامة كي يشارك القادة العرب في قمتهم التي ستبدأ فعالياتها بعد حوالي ساعة من الآن. تفضل يا دكتور. نعم، فما أريد أن يعني أشير إليه هو أنه عندما نقيم منظومة العمل العربي المشترك فيجب أن نأخذ في الاعتبار يعني مؤشرات يعني عدة، وبما فيها أدوار القوى العربية على المستوى الفردي أو على المستوى الثنائي أو على المستوى يعني الجماعي المحدود، كل هذا يأتي انطلاقا مما يتم التوافق عليه عربيا داخل القمم العربية. دكتور محمد، لفت انتباهي في مشروع البيان الختامي الذي وصل إلى أيادي الصحفيين ونشر على نطاق واسع أن القادة سيدعون إن صح هذا المشروع إلى نشر قوات أممية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية. ألم يدهشك سيدي الكريم إنه الكلام على قوات أممية وليس قوات عربية؟ يعني أعتقد هذه مسألة يمكن فهمها أو يعني تفسيرها، لأنه يعني الطابع الأممي يعطي هذه القوات يعني طابع يعني معنى مختلف. عندما تكون هناك قوات عربية ربما هذا في حالة حدوث أي مخاطر أو اشتباكات أو تدهور في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، ربما هذا يعطي هذه القوات يعني بعدا مختلفا. في هذه الحالة قد يتحول هذا الصدام إلى صدام عربي إسرائيلي بكل ما يعنيه من معاني سلبية، لكن عندما ترفع هذه القوات حتى وإن شاركت فيها يعني أطراف أخرى عدة فهذا يعطيها طابعا أمميا، بمعنى أنه يضع أولا يعطي رسالة تفويض أكثر وضوحا لدور هذه القوات في التعامل مع ما يحدث على الأرض، وفي نفس الوقت يعني يحررها من أي طابع سياسي أو أي أبعاد أخرى قد يعني تعرقل أداء هذه القوات. فأعتقد أن هذه مسألة يعني تعكس وعيا عربيا وتعكس أيضا حرصا عربيا على إعطاء الوضع في قطاع غزة أو في غيره يعني طابعا يعني دوليا أو طابعا أمميا، بحيث يضع أي تطورات سلبية مع الجانب الإسرائيلي في إطار دولي أو في إطار يعني أممي. بوركت يا دكتور، الآن صارت هذه الدعوة مفهومة بالنسبة لي. أشكرك شكرا جزيلا سعادة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.